صورة ثانية لو كان العدو في جهة القبلة، لو كان العدو في جهة القبلة فهنا ماذا يصنعون؟ أيضا يصلون خلف الإمام، فإذا ركع الإمام ركعوا كلهم مع الإمام، سمع الله لمن حمده كلهم رفعوا مع الإمام، ثم إذا سجد تسجد المجموعة الأولى، المجموعة الثانية ما تسجد، تظل واقفة خشية شنو؟ أن العدو يهجم، هم مستقبلون يطالعون العدو، لأن العدو وين؟ في القبلة، العدو في القبلة، فتبقى المجموعة الثانية ما تسجد مع الإمام. الركوع كلهم ركعوا لكن السجود لا. طيب فيسجدون مع الإمام وهذول واقفين ما يسجدون، ثم لما يقوم الإمام الركعة الثانية أيضا يركعون كلهم مع الإمام. طيب ثم لما يقول سمع الله من حمده تسجد اللي وراه، اللي قدام ما يسجدون. واضح إن شاء الله تعالى. هذه الصورة الثانية من صور صلاة الخوف.